الملحون يا الملحون، اليوم معايا واحد من منشدي الملحون. بسم الله نبدا كلامي وقول لي يا سيدي مرحبا بك. قول لي السميه وكنيه وقول لي اسمك. توزاني من مدينه تازه ومنشد ديال الملحون، والحمد لله متشبع بهذا التراث ديالنا وديال بلادنا. الله يحفظك وين جيتي. تا مدينه تازه تا مدينه راهي مدينه عريقه وعندها واحد التاريخ اللي قديم تبارك الله في الموسيقى الاندلسيه والطربيه والسماع والمادح ما شاء الله. اييه يعني بزاف ديال الطرق صوفيه وبزاف ديال الزوايا صوفيه كاينين اللي تربيت انا في المدينة القديمة في تازة. وبالنسبة لك هذا أول مهرجان كتحضر ولا يعني من لا ديجا حضرت بزاف ديال المهرجانات بحال فاس. بحال فاس كان عندنا مهرجان ديال السماع والمادح في تازة حتى هو درنا فيه الملحون. مهرجان تقطير الزهر حتى هو في تازة اللي كديروا الجمعية التازية لفن السماع والمادح. وخلاص هنايا في سلاسة اللي كان في رمضان تبارك الله عليكم مع الميسات النسخة الأولى والثانية. النسخة الثانية ما شاء الله عليك. هو سيدي كما كنتمنى لكم صهر ممتازه ان شاء الله وان شاء الله تالقوا وتكونوا فوق الفوق ان شاء الله. والله نهاركم مبروك وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وكما كنقول ديما باقي الشباب والطاقات وكما كنقول ديما كاين ما يتشافس لا ومازال الخير ان شاء الله.